سليمان رشو، سليمان ومحاولة للتقدم، سليمان وتمرير بجاه عبد الهادي الدالي، الدالي لابراهيم ديكو، ابراهيم على حدود منطقة الجزاء، تسديدة من ديكو لكن بعد ذلك الكرة سهلة عند حسين رحال، خطير سليمان على حدود منطقة الجزاء، تمريرة جميلة باتجاه كروما، تبقى الكرة خطيرة هذه المرة عند عبد الهادي الدالي، تسديدة من عبد الهادي، خطيرة الكرة، تسديدة من جديد، خطيرة الكرة، خطيرة تسديدة مازن العيس، حاطين افضل في الدقائق الاولى، يصل اكثر لمرمى حسين رحال، اربع لاعبين على ثلاثه، سليمان، سليمان وتزيده، خطيره الكره، خطيره تزيده سليمان، سليمان من جديد، ثنائي مميز، ثنائي خطير، الكره عند الدالي من جديد، عز الدين على حدود منطقه الجزاء، عبد الهادي الدالي، عبد الهادي والترويض، عبد الهادي محاوله لايجاد الثغره، التمرير على جابر خطاب، تزيده جابر لكن بعد ذلك الكره تتحول لركله ركنيه. محمد كروما، العوده عند انس بوطه، ماهر دعبول الان، ماهر دعبول، تزيده ماهر، خطيره تزيده ماهر، ماهر والتزيد، كان ممكن التمرير باتجاه مصطفى حمو، كروما، عبد الهادي، حسين جويد، العرضيه من حسين، خطيره هذه عز الدين، خطيره جدا الكره، يلعب الكره على القائم القريب هذه المره، تعود من جديد مصطفى حمو، فرصه للانطلاق من مصطفى حمو، جابر خطاب يقطع الكره، تبقى الكره مع جابر، العرضيه من جابر داخل منطقه الجزاء، سعد احمد يتقدم كان في الكره الماضيه، بعد ذلك الكره تتحول لركله ركنيه، تقدم الكلاسي، تقدم سعد، تلعب الكرة على القائم القريب، عز الدين عوض رأسية، خطيرة الكرة، خطيرة الكرة، لكن بعد ذلك حسين رحال تلعب بسرعة عند محمد كروما، كروما يحاول لعب العرضية، بالفعل العرضية إبراهيم ديكو، الترويض لم يكن بالشكل الجيد، 65 دقيقة مرت من عمر اللقاء، محمد كروما خطيرة الكرة، لكروما خطيرة تسديدة محمد كروما، والإبعاد من حسين رحال، سليمان رشو، التمريرة لحسين جويد، حسين جويد ينتظر فرصة للعرضية، حسين جويد بالفعل العرضية داخل منطقة الجزاء، خطيرة، جول 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 جول، عبد الهادي الدالي يكرر من جديد ما فعله في لقاء اياب الفريقين ويسجل الهدف الاول للحيتان، عبد الهادي بعد تمريره مليمتريه، تمريره بالمقاس، راسيه كانت من عبد الهادي الدالي، تمريره من حسين جويد على راس عبد الهادي الدالي، واول الاهداف، جول حطيني اول في اللقاء، راسيه عبد الهادي الدالي كما ذكرنا يكرر ما فعله في لقاء الإياب بين الفريقين، كان سجل في شباك حسين رحال، اليوم يعود ويسجل من شباك من جديد في شباك حسين رحال، وهدف أول، شوف الإعادة، التمريرة المليمترية، التمريرة الرائعة من حسين جويد، هذه ثالث تمريرة في اللقاء بنفس الطريقة من حسين جويد، تمريرة كانت من حسين على رأس عبد الهادي الدالي ورأسية عبد الهادي الدالي، وأول الأهداف الحطينية في اللقاء، تصبح النتيجة هدف دون رد للحيتان. كرة من جديد عند أليكسيس برازا، والتمريرة من أليكسيس جميلة لحسين جويد، فرصة للعرضية من جويد، خطيرة الكرة، فرصة للثاني، خطيرة الكرة، تمريرة باتجاه أليكسيس برازا، التسديدة خطيرة خطيرة خطيرة، ركنية، كرة ثابتة برتقالية، ركنية على يمين يزن عرابي، تلعب داخل منطقة الجزاء، خطيرة الكرة، رأسية خطيرة الكرة، جول عبد القادر عدي يسجل التعادل، هدف التعادل للوحدة في الوقت القاتل في الدقيقة 90، يتمكن عبد القادر عدي من التسجيل بعد متابعة رأسية، تصدى يزن عرابي في الكرة الأولى، توقعنا أن يكون الحل من كرة ثابتة، قلنا ما عجزت عنه الكرات واللعب المفتوح، هل يأتي الحل من كرة ثابتة؟ بالفعل الحل كان من ركنية من عمر جنيات، الرأسية لإبعاد من يزن عرابي، ولتتم بعد ذلك عبد القادر عدي ينجح بتسجيل الهدف، هدف التعادل للوحدة، عبد القادر عدي بعد أن سجل في شباك الفتوة في الجولة الماضية، عبد القادر عدي يسجل إذن هدف التعادل للبرتقالي، سجل في شباك الفتوة في الجولة الماضية، الجولة الأخيرة من عمر الدوري، كان أول أهدافه هذا الموسم، يعود ويعيد الكرة ويسجل وسط فرحة برتقالية، فرحة للجماهير البرتقالية.